That would be exciting for everyone to see. you join, it's like yeah. Harib Because her last name is Harib. Uh -huh. Her last name is, is last Harib. Is, like my first name, so. <laughs> so in the English direction, you could be first in the Arabic direction? <laughs> yeah. Good evening ladies and gentlemen. مساء الخير سيداتي وسادتي، أشكركم على الحضور، على حضور هذه الجلسة الحوارية برعاية العربية. هي تبث حيا على موقعنا الإلكتروني باللغة الإنجليزية English website. العربية دوت نت ولنكون في السياق 75 مليون وظيفة يحتاجها العالم العربي في العقد القادم يفسر ب ألف وظيفة في اليوم في منطقة فيها أعلى معدلات البطالة بين الشباب هذه المعدلات عاليه معدلات البطاله وبالتالي كيف هذا ينعكس على الاقتصاد العالمي والمنطقة سأقدمكم إلى المتحدثين في هذه الجلسة السيد مسعود أحمد مدير دائرة صندوق النقد الدولي في شرق الأوسط وشمال أفريقيا وإريك برلوف ودكتور مصطفى نابلي محافظ الأسبق للبنك المركزي التونسي وهو مؤسس في كواسكو وحبيب حداد المدير التنفيذي في واندا سنفتح النقاش للحوار والأسئلة من الحضور أثناء هذه الجلسة سنبدأ معك سيد مسعود وآخر التقارير من صندوق النقد الدولي ذكرتم وقلتم أن الاقتصاد العالمي سينمو ب 3.3% بالمئة في 2012 و 3.6% بالمئة بألمين 2013 هذه التنبؤات مبنيه على اساسين اولها الوضع الاقتصادي في اوروبا سيتحسن والثاني ان الولايات المتحده ستتجنب انهيارها المالي كيف انتم واثقين من هذا التجنب والابتعاد عن هذه المخاطر هي تنبؤات وتوقعات حسب الأرقام التي ذكرتيها أتى بها البنك الدولي وإذا نظرنا إلى أوروبا وطريقنا إلى الأمام أوروبا أصبحت أفضل ونمو في الولايات المتحدة واحد فاصل بالمئة و بالتالي فان اوروبا اصبحت اكثر قدره على معالجه ازمتها والانهي وامريكا اصبحت اكثر قدره على ان تعمل مع ازمتها الماليه وبالتالي عندما ندرس هذه الامور ونرى الدول التي تصدر النفط جيده ولكن المستوردة للنفط هي التي تعاني من فقر مدقع فقر شديد وهي التي تعاني من نقص الوظائف إلا أنكم بالنسبة لمصدري النفط كانت معدل في 3.6 للعام المقبل وربما تذبذب في الأسواق هو سببه الأسباب التي ذكرتها معدلات النمو من الصعب ان نقراها والاقتصاد النفطي وغير النفطي في هذه الدول دول المنطقه هي تعتمد على اسعار النفط وما يهمنا ايضا ما يحدث في أسواقين النفطيه ولدينا 5.6 ما بين 5 الى 6% من النمو والمشكله ليست النمو بل ايجاد المهارات المناسبه للوظائف الموجوده في الاسواق في سواء في القطاع او في في الاحرى الافضل القطاع الخاص بدلا من القطاع العام والاعتماد عليه كليا سنعود الى الدكتور ايريك إذا نظرنا إلى دول العربية العربية الوضع فيها مختلف كليا ما زلنا نتحدثنا عن عدم استقرار سياسي وانتعاش بطيء في السياحة وفي الاستثمار المباشر الأجنبي المباشر هل هنالك إجراءات مالية يمكن اتخاذها من قبل الحكومات لتجسير هذه الفجوة المالية ومن وجهة المقردين الدوليين هل أنتم راضين عن الحكومات وما فعلته حتى الآن؟ اعتقد ان علينا ان نكون منفتحين حيال هذه المشكلات التي تواجه تلك الدول فهي تمر بمراحل انتقاليه سياسيه جوهريه وليس من السهل ان تحل قضاياها بعشيه وضحاها وهي وهذا يؤثر على الاستثمار وعلى الثقة بقدرة الحكومات في معالجة الاستثمارات المحلية والاجنبية، فالمستثمر سواء من الخارج أو الداخل سينتظر ليرى كيف تتطور الأمور في المنطقة، وهناك بعض الإصلاحات الجوهرية الضرورية لمعالجة الإخفاقات الموجودة في سوق الاستثمار، وبالتالي لابد من معالجة مسألة البطالة وكل المشاريع المتعلقة بالبطالة العمل بالنسبه للتراجع والبطء هل هو بسبب عدم الاستقرار السياسي ام انها بحاجه الى مزيد من الوقت لان الانظمه الجديده التي اتت بعد الربيع العربي راينا ان هناك بعض النظم الانظمه الجديده الاكثر محافظه نعم، ربما لا تكون دائماً الإصلاحات هي الإصلاحات الصحيحة، الطموح دائماً أن نريد الأفضل، لكن ما ينفذ ليس بالضرورة هو المناسب أو الصحيح من حيث الدمج ومن حيث أن الشعب فعلاً كله يشعر أنه يستفيد من هذه الإصلاحات، هذا الأمر لم يتحقق بعد ونحن بحاجة لإعادة النظر بهذه الإصلاحات وتنفيذها. وكما قلت فنحن نواجه تحديات جوهريه سياسيه وليس من السهل ان ندفع بهذه الاجنده المعقده والتي تتطلب اجراءات اكثر قوه واكثر جراه وبالتالي علينا الانتظار الا اننا بحاجه ايضا لبعض الوقت كي تستجيب هذه الحكومات نريد رايك دكتور مصطفى فتونس كانت المنبع للربيع العربي محمد بن عزيزي كان عاطلا على العمل وهو الذي اشعل شراره الربيع العربي و و 18% هو رقم قياسي من معدل البطالة، من معدل نمو، ولكن ماذا تتوقعون من الحكومه او ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي من حكومتكم؟ اعتقد ان هناك في عام 2011 كان واضحا اننا كنا في مرحله تناقض كبيره، واحد اسباب الثوره سواء في تونس او مصر هي فعلا بطالة الشباب والمتعلمين العاطلين على العمل ولكن في 2011 في تونس كانت البطالة كانت 13% والآن أصبح 18% إذا الوضع أصبح أسوأ لكن هذه الأمور متلازمة المراحل الانتقالية ولا يمكن فصلها عن مراحل انتقالية نحن بحاجة لاستقرار حتى ن... لا يمكن أن يسعدنا هذا التطور إلا أننا بحاجة للانتظار المسألة مسألة الانتعاش مدى سرعتها وقوتها وما نقوله أن هذا الانتعاش لم يأتي بمستويات مرضية على أي شكل كان نموه بـ 2 أو 3 أو 4 بالمائة بعد انحدار كبير وتراجع كبير في 2011 فإن هذا فشل وليس نجاحاً. وهذا يؤثر عليه عاملين، الاول داخلي والثاني خارجي، الخارجي نعرفه هو اوروبا والازمه في اوروبا واثرها السلبي على دول المنطقه المرتبطه بشكل كبير بالاقتصاد الاوروبي، لكن الاهم هو العامل المحلي، واعتقد ان السبب الرئيسي في ذلك هو اخفاق العمليه السياسيه، العمليه السياسيه في الدوله لم تنجح بعد ولم تكن سلسة بما يكفي لأن الثورة لا يمكن أن تكون سلسة إلا أنه لم يتم إدارتها بشكل مناسب لتخفيف التشكك وعدم الوضوح والخروج من الأزمة كانت فيها ضجيج كبير وانعدام أو وضوح في الرؤية وكثير من التوتر وهذا أذى سبب الأذية لمناخ الاستثمار وما زال الاستثمار المحلي والاجنبي معطلا والانتعاش لم يحدث حتى الان اذا ما هي الاولويات ما هي الاجراءات التي يجب اتخاذها كي نرى نتائج هي تاتي مما قلته ان يكون لدينا خارطه طريق سياسيه واضحه نحن نخفق في تونس الاخفاق الكبير وما من سبب في ذلك فاي شخص عقلاني ما من سبب يدعو لعدم وجود خارطه سياسيه آآ آآ واضحه فنحن لدينا نحن بحاجه لتاريخ للانتخابات المقبله وللدستور ولكل هذه الامور نحن بحاجه الى مواعيد ووضوح لكن يبدو ان هناك غياب للاراده من القياده السياسيه و غياب في الشفافية علينا أن نعمل معا ونتفق معا على المستوى السياسي نأتي إليك سيد رودز كنا نتحدث عن معدلات البطالة بين الشباب هذه المنطقة 60% من السكان دون سن ال 25 لكن كما قلت هي أعلى أدو مناطق العالم في معدلات البطالة وهي أنتم كمنظمة غير حكومية معدلات البطالة هي تصل إلى 26% أنتم كمنظمة غير حكومية ما هي تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي هذا يؤدي إلى غياب أو افتقار للأمل ويأس و... إن وجد الشباب في بيئة ليست مناسبة لهم سيأتي أحد ويستغلهم ليخ... لي... ليرسم لهم مستقبل مختلف هذا أمر يقلقنا ماذا عن الجانب الاقتصادي عندما يكون الشباب عاطلين عن العمل ماذا يعني ذلك على إنتاجية الدولة نحن هنا نتحدث عن افتقارنا ل... ثروه كامله من الموارد البشريه في الدوله فعلى الاساس الفردي كم من شاب أو فتاة يمكن أن يحصلوا على الثقة وأن يكونوا مستقلين دون أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وكيف يمكن أن يؤسسوا أسرا وكيف هم يتمكنون من الحصول على الدخل هذه مسألة مهمة جدا هناك هذا مجال عملنا وهناك أفراد كثر فقدوا فرصهم بعد أن تعلموا فقدوا فرصتهم في التعليم سيد حبيب تحدثنا عن البيئة الاستثمارية بيئة الأعمال وأنت كمدير تنفيذي في وندا وتتعاملون في ريادة الأعمال أود أسألك عن التقرير الأخير للبنك الدولي الذي حدد أن الإصلاحات أصبحت أبطأ بعد الربيع العربي هل تتفق مع ذلك؟ أولا اسمحي لي أن أقول أن قصة في العالم العربي هي قصة أمل وتفاؤل ولا أريد أن نشعر بأي إحباط أريد منكم جميعا التفاؤل صحيح أن الوضع كما هو لكن الشعوب العربية لا تهتم كثيرا لكل هذه الأمور نحن لم نرى إصلاحات فمثلا الحدود ما زالت عاليه أو, او هنا اتحدث عن رياده الاعمال والقيام بمشاريع صغيره ومتوسطه قد تكون جذابه وهي مناسبه للشباب لكنها هي لا يقبل عليها الكثير من الشباب الا انه نحن بحاجه ان يصل عدد الشباب الذين يقبلون على اقامه مشاريع صغيره من مثل هذه ان يزداد القطاع الخاص في المنطقه لناخذ بضعه امثله ارامكس من هي الشركات التي حققت نجاحا وهي شركة لوجست خدمات لوجستية بدأت في العالم العربي وتقدم خدماتها للشركات الصغيرة التي تأتي إلى أرامكس لي... وخاصة في مجال الحلول أو الفضاء فضاء التجارة الإلكترونية هناك حلول كثيرة ولا بد من التأقلم مع الأوضاع المتغيرة في الاقتصاد نحن بحاجة للوصول إلى رأس المال وحاولنا أن نستثمر في تونس على مدى السنه الماضيه نحن بحاجه لموافقه من البنك المركزي لماذا لا نستطيع الاستثمار هناك لماذا لا تاتي شركه مثل من دوله مثل السعوديه وتستثمر هناك المساله ليست على كاهلنا نحن لسنا هنا نتسابق من اجل العلامات بل نحن بحاجه الى نتائج في السعوديه كي يحصل شخص على فيزا سياح سياحيه لكن السعودية هي من اول اوائل الدول بالنسبة لسهولة إقامة المشاريع. لا أدري مدى صدق ذلك إلا أنه في السعودية هي أكبر سوق وهي الجائزة الكبيرة لكل مشروع صغير، فلا بد أن تفتح حدودها وتسمح للعالم العربي وما يسمى بالعالم العربي، لا أريد أن أسمي المنطقة بالعالم العربي ومينا. لماذا يكون لدينا 22 حدود بين هذه الدول هناك شباب واساسيات كثيره في المنطقه والتكنولوجيا وكل هذه الامور لماذا ما زلنا نضع الحدود ولماذا القطاع الخاص يح... يستحوذ عليه حماية أصوله ال... ال... الاحتمائية في القطاع الخاص هي المسيطرة عليه لكن الحلول الحلول لابد أن تكون متوفرة للجميع بالطبع سنعود الى كثير من النقاط التي ذكرتها لكنني اريد ان افتح المجال لبضعه اسئله من الحضور، ارجو ان تعرفوا انفسكم في البدايه ثم سنمرر اليكم الميكروفون، هل من اسئله؟ دكتور ناصر السعيدي، دكتور ناصر السعيدي، تفضل. اسمي دان روندي وأنا في المركز مركز الدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة وأعمل على مجال التنمية أسأل عن دور مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض الوكالات المانحة الثنائية في أوروبا والولايات المتحدة وما نحتاج إليه الآن من شركاء آخرين يود أن يقدموا المساعدة دكتور أريك بداية بالنسبة إلينا يجب أن يكون أن يسمح لنا أن نقوم بالاستثمارات في هذه المنطقة من العالم ولم نحصل على هذا الإذن إلا من شهر فتواجدنا جديد هنا في المنطقة وبالنسبة إلينا هي فرصة سبّاقة ونشعر بهذه الحاجة الماسة ونحتاج إلى دعم الحكومات والتزامها بالإصلاحات فنحن نستثمر بالشركات الخاصة ونعرف ونفهم أنه يجب أن نكون جزءا من التغير الأوسع والأشمل ونحتاج إلى التزام بوضعها بوضع هذه الإلزامات في بين الأولويات اسمح لي بإضافة، أعتقد أن كل الوكالات الدولية، البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن أن تساعد من خلال الدعم الفني والتقني، وأحياناً من خلال تمويل المبادرات. ولكن أعتقد أنه يجب أن نركز على أنه حالياً، وخاصة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية، بات ينفذ الوقت، لأنه على مدى العام الماضي وفي كل دولة ازدادت معدلات البطالة. في مصر العام الماضي كان هناك 750 مليون شاب انضم إلى العمالة مقابل 200 مليون أو 200 ألف وظيفة و الوكالات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي يمكن أن تساعد هذه الدول من خلال التمويل ودعم البرامج لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء التعامل مع المسائل الاجتماعية لأنه إذا ما أضيف عدم الاستقرار الاقتصادي إلى كل هذه الصعوبات فسوف تعززها. هذه المشكلة باتت طارئة وهناك مشكلة مزمنة في المنطقة وأيضاً هناك مشكلة يجب ان نعالجها على المستوى القومي والاقليمي وهو تحدي البطاله الذي يجب ان نطلع به ونتغلب عليه واحيانا ارى ان هناك بعض المبادرات الناجحه ولكنها ضيقة النطاق ويجب تعزيزها أود أن أبرز العلاقة بين ما قاله مسعود وما, وما قلته أنا. نحن نحتاج إلى استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وفي الكثير من الدول نرى معدلات الفائدة التي ترتفع بشكل جذري والمصارف التي تقوم بإقراض الحكومات بدلاً من إقراض الشركات التي يمكن أن تولد الوظائف الجديدة فنحن نحتاج أيضاً إلى ذلك وإلى التزام بتعزيز البيئة الاقتصادية. سوف سنعود لمشاركة القطاع الخاص، ولكن قبل ذلك نأخذ السؤال من دكتور ناصر السعيدي، شكراً الواقع كما أشرتم الأولوية هي في خلق الوظائف ومسعود تحدث عن نوعين من البطالة البطالة المزمنة ولنتذكر أن معدل البطالة المتوسط كان حوالي 15% في المنطقة على مدى 10 سنوات أو 15 سنة إضافة إلى ذلك أثر الربيع العربي وهذا يشير إلى أننا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وأود أن أن أستمع منكم عن نوع الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن نقوم بها لمعالجة البطالة المزمنة. والنقطة الثانية تتعلق بما قامت به الحكومات على مدى العامين الماضيين، وإذا ما نظرنا فيما فعلته فغالبا ما قامت بزيادة النفقات، زيادة الرواتب والدعم، وكل ذلك يتوجه في الاتجاه الخاطئ. وكما أشار حبيب نحتاج الى التركيز على القطاع الخاص لخلق فرص وظيفيه اضافيه وايضا نركز على شركات صغيره ومتوسطه الحجم والشركات العائليه ورغم الحاجه الى هذا التركيز تم اهماله وبدلا من ذلك قمنا بزياده النفقات بشكل غير مستدام وهذا يؤثر على الاستقرار المالي في دول الخليج حتى رغم ثرائها فما هي السياسات والاصلاحات الهيكليه الضروريه التي نحتاج اليها وايضا تعقيب حول تقرير البنك الدولي حول سهولة إطلاق الشركات أصبح تمرينا تلقائيا وليس واضحا وعندما نقول أنه يسهل إطلاق الشركات في السعودية لشخص يقطن في دبي سوف يستخف بهذه المعلومات ويعتبر أنه من الأسهل لأي شاب أن يطلق شركته في دبي من السعودية ليس فقط بالنسبة للتأشيرات فقط ولكن لمؤشرات أخرى ف يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار وأود أن أستمع من الضيوف الكرام ما هي الإصلاحات والمرونة والسياسات وأيضا موضوع آخر يستحق ال... يستحق الاهتمام هو إشراك المرأة وإشراك المرأة هو نصف ما يجب أن يكون عليه إذا ال... فرص الوظيفيه ومعالجه البطاله رهن تعزيز نسبه المشاركه النسائيه التي لا تتخطى سته بالمائه ويجب ان نرفع هذه النسبه الى خمسين بالمائه وسوف يؤدي ذلك الى مضاعفه كل الارقام الاخرى سوف ابدا بالنقطه الاخيره التي ذكرتها ماذا عن اشراك المراه ودكتور مصطفي ما هو مستوى اشراك المراه في تونس بات من المعروف ونعرف في الواقع منذ عشر سنوات واثر دراساتنا لاشراك المراه في السوق ان هذه المنطقه لديها اسوا اداء مقارنه مع المناطق الاخرى والمعدل هو حوالي خمسه وعشرين بالمئه واشراك المراه في تونس هو معدل إذا اداء تونس ليس افضل من الدول الاخرى في هذا المجال والواقع انه كان هناك الكثير من المكاسب المهمه للمراه فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصيه وغيرها ولكن لم ينطبق ذلك على مجال الاعمال مما يعني ان هناك صعوبات كبيره في دخول المراه الى سوق العمل وأعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن نتعامل مع هذه المسائل، خاصة في بيئة وفي مناخ يفتقد إلى الوظائف المتاحة، ورأينا أنه في فترات نمو الاقتصاد، كان هناك إشراكاً متزايدا للمرأة ويتراجع إشراك المرأة مع تراجع النمو مما يعني أن النساء يعوضنا أو يملأنا الفائض وهن أول من يخسرنا الوظائف في الأزمات إذا بالنسبة لإشراك المرأة يجب أن نبدأ بسوق عمل صحي لصالح الجميع وبعد ذلك يجب أن نعالج المسائل الهيكلية مثل النقل ورعاية الأطفال وتطوير المرافق لتقديم الرعاية للأطفال لأن ذلك يساعد المرأة على أن تذهب إلى عملها. هناك بعض الصعوبات الأساسية التي يجب أن نعالجها تسهل هذه المسألة. أود أن أستمع من حبيب كيف تصف دور المرأة في المشاريع في السنوات الماضية؟ أعتقد أن المشاريع النسائية تنمو وهي ظاهرة لا تنفك تنمو ودعمنا مشروعين بإدارة النسوة وهن أفضل من الرجال، نحن بحاجة إلى نماذج تحتذى وكان هناك روجر بانسر الذي أطلق هذه المبادرة وبعد وكان لديه أفضل أداء وأصبح مثالا يحدث وأعتقد أنه أننا نحتاج نحتاج إلى ذلك بالنسبة لإشراك المرأة وأعتقد أننا اليوم في المشاريع الخاصة و هناك مسألة حاجة أو هناك مسألة طارئة وحاجة ماسة لدعم المرأة والواقع أن 60% من الشباب في الخليج يعتقدون أن مكان المرأة في المنزل وهذا عدد كبير جداً لذلك نحن بحاجة إلى تثقيف الشباب وتوعية الشباب حول أهمية المرأة في القوى العاملة وهذا يعود مرة جديدة إلى أهمية النماذج التي تحتذى وهناك الكثير من الحلول السريعه التي يمكن التوصل اليها من خلال تسليط الضوء على نجاحات. قد نعود الى مساله المراه ان تسنى لنا الوقت ولكن انتقل الى السيد مسعود والواقع ان دكتور ناصر تحدث عن تنافسيه القطاع الخاص وراينا ان الحكومات في دول الخليج كما قال ترفع الرواتب وأدى ذلك إلى دفع المواطنين على العمل في القطاع العام بفضل الرواتب الأعلى وال... والعلاوات إلى ما هنالك وسلطنة عمان والقطاع الخاص طلب في السلطنة من المواطنين أن يسعوا إلى إلى الوظائف في القطاع الخاص قبل القطاع العام وطلبوا من طلبوا حد من الرواتب هل تعتقد أن ذلك يؤثر على سوق العمل؟ أعتقد أن الوضع يختلف في دول الخليج عن الأسواق الناشئة، والواقع أن الرواتب العال المرتفعة في القطاع العام يرفع من من صعوبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبالتالي هناك الكثير من الوافدين الذين يأتون للعمل في القطاع الخاص. وبالتالي نرى في هذه الدول أن المواطنين يعملون في القطاع العام والوافدين في القطاع الخاص هناك بعض البرامج في الكثير من الدول مثل سلطنة عمان حسب ذكرتي وأيضا المملكة العربية السعودية لرفع عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص ولكن إلى جانب الرواتب هناك المهارات المتوفرة لدى المواطنين وإذا ما كانوا قادرين لديهم المهارات الضرورية للوظائف المتاحه في السوق هناك مجموعه من المسائل التي يجب دراستها ولكن كلما ارتفعت الرواتب في القطاع العام كلما اصبح من الصعب بالنسبه للقطاع الخاص استقطاب المواطنين السيد رود سانتقل اليكم احدى المشاكل الاساسيه التي نراها في... والتي تعزز البطاله بين الشباب هو عدم تلاؤم النظام التعليمي مع حاجات السوق كيف نصلح هذه المشكله لو كنت قادرا على ايجاد حل لربحت جائزه نوبل لدي بعض الاقتراحات لذلك لدينا توزيعاً لهذه الحاجة، هناك المهارات الأساسية والتعليم الأساسي، وهناك بعض الأشخاص اللي... أو هناك الأشخاص الذين لديهم الشهادات الجامعية في الأردن مثلاً الشهادات الجامعية تؤدي إلى البطالة، ليس فقط في الأردن، في المنطقة ككل، نعم، إذاً أنتقل إلى مستوى هؤلاء الأشخاص الذين سوف يصلحوا سياراتنا. والمكيفات إلى ما هنالك إذا الفنيين الذين يعملون في المجتمع وعملت مع وزارة التعليم في الأردن ورأيت مستويات عالية من الخروج من المدرسة ما يمكن أن تفعل إن لم تنهي تعليمك المدرسي وأعجبني ما قلت، من الضروري أن يكون لديك فكرة جيدة ولكن على مستوى عدد محدد من الأشخاص، مئة ألف مثلا، وبالتالي نحن في منظمتنا بتعاون مع وزارة التعليم، قمنا بتصميم مسار تعليمي بديل، وهذا يسمح لنا بالعمل على محو الأمية ولكن أيضاً على مهارات التفكير النقدي والسماح لهؤلاء الأشخاص الذين تركوا المدرسة باكراً أن يكملوا تعليمهم وقامت الوزارة بتعديل بسياساتها وسمحت لهم بالعودة إلى التعليم الرسمي لإكمال تعليمهم والواقع أنه من خلال إضافة عنصر التفكير النقدي ومن خلال إجراء بعض التغييرات في السياسات يمكن أن نعيد استقطاب هؤلاء الذين تركوا المدارس وأفاد ذلك إلى الآن سبعة ألاف شخص ونود أن نصل إلى عدد مئة ألف وهذا ممكن هناك عدد آخر من المبادرات التي تخص خريجي الجامعة ومن بين هذه المبادرات هي التعليم للوظائف أي تطال هذه المبادرة خريجي الجامعات الذين أتموا دراساتهم ولكن يحتاجوا إلى بعض المهارات الإضافية وبعد أن ت ان تكون اخذت وظيفتك الاولى انت بدت مستعدا للوظيفه وبالتالي هذه المبادره تساعد الشباب الذين حصلوا على شهاداتهم الثانويه او الجامعيه ان يكيفوا مهاراتهم لاغراض الوظيفه هناك مبادره اخرى ضمن مجلس الشباب وهو برنامج باسم تن او عشره و تطلب تطالب المبادرة الشركات بتوظيف عشرة أشخاص يأتون إلى الشركة كموظفين مختلفين عن غيرهم بعض الشيء، يأتون بطاقة جديدة للشركة وأفكار جديدة. هناك الكثير من الخيارات، هناك خيارات بعدد المشاكل المطروحة، ولكن هذا يتطلب منا أن نفكر مليًا في كيفية تطبيقها. نأخذ سؤالا آخر من الجمهور تفضل uh, شكرا لك جون فاستر من جامعة ستاتفورد آآ آآ خطوا نقاشات عدة مع قطاع الخاص واجهوا تغيرات كبيرة في الحكومات مثل ليبيا ومصر حيث القطاع الخاص اضطر لأن يجري او يقيم علاقات مع الحكومه والان مع تغيير الحكومات اصبح هناك انهيار في هذه الشركات، كيف تنصحون القطاع الخاص وشركاته بان يعيد التوازن مع هذا التغيير في الحكومات وغياب الحكومات السابقه وهذا سنراه يتحقق ايضا في سوريا. من سيجيب السؤال؟ تفضل. أعتقد أن هذا السؤال ومسألة مهمة جداً ورائعة وهي تأخذنا إلى ما ناقشناه في مجالس المجلس العولمة الخاصة بالعالم العربي وضروره ضرورة وجود حالة تغيير شاملة للقطاع الخاص قد كان القطاع الخاص مرتبط بالحكومات بشكل وثيق والان مع تغير الحكومات لابد أن يتغير ليصبح أكثر تنافسية يحكم عليه بحسب الأداء والقوة والنجاح وبالتالي هذا ما نحاول أن نقوم به بمجالس العولمة وبالتالي السؤال هذا صعب جدا لأنه كما الحال في ليبيا مثلا لدينا وضع كان هناك مئات العقود التي احيلت لشركات عده من اوروبا ومن كل دول العالم التي تتعاقد معها ليبيا لكن معظم هذه العقود كان يكتنفها الفساد وبالتالي فان الحكومه الان تحاول ان تقول دعونا نرى هذه العقود ونرى لن نواصل المشاريع مع شركات وقعت عقودا مع الحكومة السابقة وبالتالي آه 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 هذه يشك بفسادها وبالتالي آه ما من آه لن نتفاجأ بأن نرى هذه الشركات ستجد صعوبه في اعاده علاقاتها وبناء علاقات جيده مع الحكومات الجديده وجزء من المشكله التي تواجه هذه الدول هي ان الشركات التي كانت تلتزم ببعض القواعد لا تعرف بعد ما هي القواعد الجديده وبالتالي فان الجميع ينتظر كما قلنا وهي لعبه الانتظار وهذا هو الذي يؤثر على بطء الانتعاش كنت اركز على اهميه اتمام التقدم في العمليه السياسيه لاننا اسرعنا في العمليه السياسيه سنعرف ما هي قواعد اللعبه على المستوى السياسي وبالتالي الحكومات ستاتي وستكون مبنيه على الانتخابات وعلى برامج سياسيه جديده وهي بحاجه ان توضح ما هي قواعد اللعبه الجديده ليس المناخ الاقتصادي والتجاري كما أشار دكتور سعيدي بل هي طريقة التعامل في القطاع التجاري هي التي يجب أن تتغير بشكل كبير وهذا هو المهم لهذا فإن البعد السياسي بالغ الأهمية والبعد السياسي هو الذي يجب أن يوضح العلاقة بين الأعمال والقطاعات المختلفة في الدولة والأعمال والسياسة هي في جوهر التغيير دكتور إريك لديك نقطة تضيفها أعتقد أن ما ذكره الدكتور مهم جدا وما نراه في أوروبا نهود العملية السياسية نحن بحاجة إلى شركات صغيرة ومتوسطة ومصالح مجتمعه تدفع بهذه المشاريع كي تتجاوز الحدود البينيه وتحسن الوصول امكانيه الوصول الى التمويل و تكون جزء من جدول اعمال الشركات الضخمه التي تعمل بناء على المصالح اعتقد ان هذا ما يجب ان نركز عليه ساعود الى موضوع التعليم لانني اريد ان اناقش ب... أمور قرأناها في تقرير أخير من بورز قالوا أحد الحلول يمكن أن يكون يجب ألا يكون من القطاع العام فقط بل يجب أن نرى مشاركة أكبر من الشركات الك كبرى خاصة العائلية أو الشبه الحكومية شاهدنا ذلك في السعودية حيث أن بعض هذه الشركات أسست معاهد تدريب مثل ميتسوبيشي ومعهد البلاستيك ويمكن أن يدربوا الخريجين على مهارات هل توافقون على هذا العامل؟ سأوجه هذا السؤال للدكتور مسعود سيد مسعود لست خبيرا في هذه المعاهد او المؤسسات لكن الفكره بحد ذاتها بالطبع لم لا ان نظرنا الى كثير من التدريب الذي كان يتولاه في معظم الاحيان القطاع الخاص ولكن هذا التدريب لم يخرج لنا المهارات اللازمه الكافيه ومن اهم المخرجات لهذا التدريب هو أن يكون لدينا مخرجات مناسبة لسوق العمل هذا أمر علينا أن نعمل عليه إلا أن فكرة جعل القطاع الخاص أكثر مشاركة في تصميم المناهج التدريبية أعتقد أنها فكرة جيدة ما رأيك سيد حبيب في ذلك أه وبخبرتك مع أصحاب المشاريع الصغيرة كم منهم يحصلون على مهاراتهم من المشاريع؟ هل هناك مشا... جامعات جامعات خمس جامعات فقط في العالم تدرس إقام... مهارات إقامة المشاريع والتحوط للمخاطر؟ هذه مسألة مسألة مهمة إذا كنت كان لديك مستهلكين لديك أحد الحلول هو الاستثمار في الأفراد مثل بناء المهارات والتدريب وبرامج الرياده، اريد ان اوظف شخص لياتي الى شركتي ويعرف المشكلات وعندما يغادر لن اقول له فقط اخرج من هذه الوظيفه او انت مرفوض من هذه الوظيفه، بل اخرج لتؤسس مشروعك الخاص. ان بدأ القطاع الخاص بالخروج من فكره الحمايه الذاتيه، عندها سننجح بعض المسائل السلبيه المشاريع الصغيره والمتوسطه بعض الم... الجوانب السلبيه فيها انها تعطي ايحاء بانها لن تنمو ستبقى في مكانها تراوح في محلها آآ بل آآ عندما نفتح الاسواق ونتخلص من الاحتكار سنرى مزيد من المنافسه الا ان القطاع الخاص لابد ان يستثمر المزيد في الافراد والتدريب والتعاون مع الاخرين وهناك امر اخر وهو الاستثمار لدينا في الشرق الاوسط لدينا بضعه امثله لكن مؤسسات المتعاونة مع جوجل هي مشاريع ناجحه في الولايات المتحده كل شهرين لدينا شركه ذات راس مال بمليار دولار يتم انشاؤها لكن الشرق الاوسط لك عددها اقل بكثير المساله بتكبير الحجم ووجود اراده في القطاع الخاص لانجاح هذه التجربه ماذا عن دور البنوك الاوروبيه في تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه أعتقد أن هذا يمكن أن يتم بعدة وسائل إحدى الوسائل هي الاستفادة مما هو موجود وهي المصارف المصارف ندفعها لأن تفكر بطريقة تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة شاهدنا هذا في أوروبا ونفس النمط الذي نراه في مصر اليوم البنوك هي التي تمول الحكومة استغرقهم الأمر عقدا كاملا ل أن يبدأوا بهذا هذا التوجه والآن أصبح هذا القطاع يحقق ربحا لهم المسألة مسألة ذهنية وتغيير الذهنية والاستثمار الذي قمنا به مؤخرا في صناديق المالية الخاصة وكيفية إدارتها أعتقد أن هذه مسألة ناجعة تمكننا من التعامل مع هذه الإشكاليات نحن نستثمر في المؤسسات الفردية و توفير القروض بل هي تغيير البيئه او المناخ الاستثماري ببدايه شركات جديده جديده وسناخذ سؤال اخير من الجمهور هاي برين تادروس اسمي برين تادروس انا من دبي دبي هاب وفي الشرق الاوسط المناخ هنا يؤدي إلى ضعف الإنتاجية وجو الواسطة وكيف نغير مفهوم الواسطة ونخرج عنه وهذا في قطاع القاس خاصة وكيف لا يتنامى الإحباط بل يتحول إلى استفادة لا نريد أن الإحباط يصل إلى الخريجين الذين أصبحوا محبطين للغاية من يجيب على هذا السؤال دكتور مصطفى هذا سؤال صعب جدا وأعتقد أحد أسباب الثورة عندما نعود وننظر مثلا في, سوق في تونس عندما بدأت أحد أسباب الحافز الذي دفع الشباب إلى الخروج إلى الشارع هي مسألة عدم إمكانية الوصول إلى الوظائف وجو الواسطة مثلا وفكرة الواسطة السائدة فمثلا إذا كانت شركة كبيرة تفتح أبواب التوظيف عندما يتم الترشيح وأخذ و... وأخذ وتعيين الموظفين يكون هذا مبني على العلاقات والواسطة المسألة الآن مختلفة بعد الثورة لا يبدو أن هذه المشكلة تتغير بل هذا قانوني الخاص بسخرية الأمور الواسطة أصبحت تأخذ شكلا مغايرا لما كانت عليه الآن الناس يتحدثون على سبيل المثال عن الحصص حصص في الوظائف لمنطقة معينة أو مجموعة معينة أو فئة معينة ف فرص العمل لابد أن تعطى الأولوية ل الذين ينتظرون المده اطول هذه هي الميزه اذا هم هنا يستثنون مساله الكفاءه اعتقد ان هذه مشكله كبيره وليست بالسهله لدينا بعض عمليات التوظيف ويتم الاعلان عن شخص ويكون وفقا للمواصفات وعندما نبدا نرى مظاهره والناس لا يحبون الوضع لأن من تقدموا يشعرون بالخديعة لأنه في ذهنيتهم يعتقدون أن هناك شخص تدخل لتغيير الأمور، هذه المسألة مسألة الواسطة والتدخل والتفضيلات هي مسألة مهمة، الأمر ينطبق على القطاع الخاص علينا أن نغير هذه الذهنية ونرى قواعد اللعبة تتغير وأصبحت أكثر وضوحا وأكثر تنفيذا وإن لم تنفذ مرة وثانية وثالثة هذا سيحبط أما إن تم تنفيذها مرة تلو الأخرى فهذا سيدفع الناس للتشجع والإقدام كنت أريد أن أعطيكم قصة عن هذا الموضوع للأسف أنا أريد أن أتحدث عن مسألة أخرى وسيد رودز أنت تتعامل مع الشباب وتحدث عن الثقافة الثقافة العربية بأن يربط الشباب الإخفاق بالخجل لن وبالتالي لن يأخذوا أي مخاطرة لأنهم يخشون الإخفاق لأنه ضعف لهم عندما ذهبت إلى الأردن قبل 22 سنة الكل أخبروني ان لن يكون هناك اي اردني يعمل نادلا في مطعم فالان اصبح كثير من المطاعم فيها العاملين اردنيين عندما يكون لديك تعليم يعدك لتكون نادلا جيدا وان هذا ايضا يمكنك من ان تصبح في مناصب متقدمه في هذا المطعم عندها ستصبح لديك الرغبه في ان تبدا كنادل اصبحت الذهنيه تتغير بان الشباب لن يت... العربي لن يغامروا و... انا لست عربيا ولست شابا كثير من الوظائف الذين... التي لم يقبل عليها الشباب العربي في السابق اصبحت الان مسار م... م... جذب لهم اعتقد ان المساله تتغير حبيب عربي وشاب نسبيا ما رايك في ذلك أنا أتفق ولا أتفق في نفس الوقت لأن هناك كثير من الهيكليات تسبب الإخفاق فإذا ذهبت إلى البنك وكان لديك قدمت شيكا دون رصيد فإنك ستنتهي إلى السجن هذه مسائل فعلا تؤدي إلى أن الإخفاق فعلا يؤدي إلى الخجل كل هناك هناك كثير من الامهات العربيات ايضا يعتقدن ان الشباب اذا تركوا ابنها او ابنتها ان تركت وظيفتها من اجل اقامه مشروع فانها فانه سيكون مجنونا فقد عقله اعتقد اننا بحاجه الى تغيير الذهنيات وان نغير السياسات لنتجنب هذا الاخفاق لأن إذا كنت على قائمة سوداء إلى في بنك أو الحكومة أو انتهى الأمر بك في السجن فإنك لا تريد ذلك أود أن أنهي الجلسة بملاح بكلمة من كل منكم إن طلب منكم أن تقللوا البطالة ماذا ستفعلون سيد مسعود أولا أولا سأ اخذ امثله من التجارب الناجحه في المنطقه واعممها واضع كل الجهود والطاقه وراء هذه المحاولات للنجاح دكتور اريك تحدثنا كثيرا عن المشاريع الصغيره والمتوسطه والشركات الصغيره والمتوسطه، نعم في الواقع هي مهمه جدا الا ان الوظائف موجوده في الشركات الكبيره، وبالتالي نريد ان يكون هناك مناخا مناسب للجميع كي يستثمر وكي يزدهر وان يصبح المناخ الاستثماري ملائما لكل الشركات للدخول والخروج. دكتور مصطفى تفضل. نعم الامر الذي يمكن ان نركز عليه في هذه المرحله وعلى هذه المنصه ان الدول العربيه في مراحل الانتقال على الاقل يجب ان لا تحاول ان تقلد النظام السابق نحن لا نريد ان نكرره لنخفق مره ثانيه ونخوض في دوره ثانيه بل علينا ان نجري اصلاحا عميقا وحقيقيا للقطاع الخاص مبني على الابداع والابتكار والانفتاح امام الشباب وتجنب استغلال السياسيين للشباب وألا يقوم السياسيين بلعب الدور الذي قامت به الانظمه السابقه. سيدي ما يجب ان نطور المهارات الموجوده في العالم العربي عندما نبدا بدروس التعليم البديل في المجتمعات النساء هن الباحثات الاساسيات نعطيهن مهارات وهن يعدن بالمعلومات التي تؤسس لنجاح هذه المدرسه نفس المعلومات يمكن ان تعطينا فكره اذا كان منتجا هو منتج مناسب ويمكن هذه المعلومات ان نستفيد معها منها للمشاريع وعندما تبدا القطاعات تقبل بهذه الممارسات اعتقد انها ستنجح حبيب سننهي معك اعتقد ان العالم العربي يمر بمرحلة كبيرة جدا ومهمة، نحن لا نعرف الى اين نتوجه وهناك تخبط ونحن في القاع ونريد ان ننهض من مرة من جديد. التفاؤل هو احد الادوات وليس فقط في الوضع وظائف فهي أداة مهمة للشباب للشباب يجب أن يكونوا متفائلين وروح الريادة شكرا جزيلا لكم انتهى بهذا وقتنا أشكركم للمشاركة ويمكنكم أن تشاهدوا هذه المناظرة مرة أخرى على موقعنا باللغة الإنجليزية شكرا